في ايد الدقيقتين اتنين ان شاء الله باذن الله نروح عشان نشوف معانا مقادير ايه وعملناها ازاي. هي طبعا سهله جدا مفيش مقادير ولا حاجه، ان شاء الله تنبسطي قوي من سلطه الدقوس بتاعتنا، سهله جدا ان شاء الله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده انا جايه معاكم عشان اعمل سريع كده سلطه الدقوس. معايا ايه؟ معايا توم، هي مبنيه على التوم دوت. معايا ايه تاني؟ معايا بصله كده صغيره بالشكل ده. طبعا معايا الخلاط بتاعي، هقطع الحاجات دي كلها كده في الخلاط. تمام. معايا قرن فلفل، طبعا لازم يكون حار عشان دي بتبقى حار جدا، حاره جدا جدا. هقطعه بالشكل ده كده. ومعايا طبعا الطماطم بتاعتي اهيت، كل ده تغسليه في الخل ما تنسيش. تمام بالشكل ده كده. اسهل سلطه هتعمليها طبعا ورق النعناع ده مهم جدا، والليمون. هاخد كده نص ليمونه عشان دي ليمونه كبيره، لو الليمون صغير اعصري ليمونتين كده بالشكل ده. كله في الخلاط زي ما حضرتك شايفه. تمام كده. التوابل بتاعتي عباره عن ايه؟ هنقطف النعناع ده، هنقطفه ايه كده. لما تيجي تقطفي النعناع اللي انت هتشيليه هاتيه لورا كده، هيتقطف سهل جدا. وبعدين خدي الشوشه بتاعته، طبعا العود الاخضر اللي قدام دوت جميل ما ترميهوش. تمام كده. لكن النعناع هاتي الورق اللي ورا، هيتقطف معاكي في منتهى السهوله. النعناع اللي انت بتشيليه يتقطف كده بالطريقه دي، هاتي كده من اول العود واسحبي على ورا حتى دوت اتقطع، مش مشكله. هاتي كده واسحبي على ورا، هتاخدي الورق كله في ايدك كده. تمام. طبعا هشيل دول بقى ايه عشان نعمل شاي بنعناع كده بالشكل ده. وهجيب شوية مية بسيطة قوي عشان الطماطم بتاعتي تنضرب. شوية مية بسيطة، شوية مية بسيطة عشان ايه الخلطة تمشي في الخلاط. تمام. معايا شوية كمون، طبعا زي ما قلت لك لازم قرن الشطة يبقى حار. طبعا معايا شوية كمون اهو، حطيت تيجي ايه ربع معلقة كمون. ومعايا الملح بتاعي، لو عايزه تزودي شطه طبعا زودي. تمام اهو شويه الملح بتاعي هما، هضربه بقى في الخلاط وارجع ونقدم مع بعض ايه السلطه بتاعتنا الجميله التحفه دي مع بعض. تمام كده. طبعا دي بتتقدم جنب ايه؟ جنب الكبسات، الرز البسمتي باجمله كله. تمام كده. هضربها في الخلاط وارجع لك تاني. دلوقتي انا اهو خلصتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربتها في خلاط، طبعا تظبطي الملح بتاعك ومفيش اسهل من كده. السلطه اتعملت، كل حاجه اتضربت اهي ان شاء الله باذن الله. طبعا عايزه اوريكي سمكها. بصي دي ما بتبقاش خفيفه، دي بتبقى تقيله كده بالشكل، ممكن تكون اتقل من كده كمان. تمام. بس هي كده معقوله قوي. طبعا بتجي لنا من المطاعم بالشكل اللي انت شايفاه دوت، والطعم الروعه الجميل ده تحفه جدا. ان شاء الله تجربيها وتقولي لي النتيجه عامله ايه بتاعت سلطه الدقوس بتاعتنا. والف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع حاجه جديده مع ماما دودو، ومع الف سلامه.